سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام اهلا بكم في حلقه جديده واخيره من برنامجكم البعد الثالث ولانها ستكون الحلقه الاخيره من هذا البرنامج قررنا ان نبقى فيها ملامسين لهموم الوطن والمواطن قررنا ان نكون قريبين كما عودناكم من هواجسكم واسئلتكم التي تدور في خواطركم تستمر اسعار النفط في الانخفاض وعلى الرغم من ان الموازنه الجديده لم تشهد خفضا في قضايا الدعوم او الرواتب ولا زياده في الرسوم لكن الحكومة على ما يبدو عازمة على اتخاذ إجراءاتها التغشفية التي ستمس جيب المواطن بطريقة أو بأخرى جلسة مجلس الأمة غدا وبعد غد ستناقش بعضا من هذه المواضيع ولربما سيطغى عليها الحديث عن اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج التي اعتمدها وزير الصحة مؤخرا والتي أثارت موجة من اللقط والتعليقات التي اتسم بعضها بالحدية أسئلة كثيرة سنحاول أن نجيب عليها في هذه الحلقة الأخيرة مع ضيفنا الكريم والعزيز مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أبو محمود بداية مساك الله بالخير مساك الله بالخير أهلا وسهلا أبو محمود خلني أبتدي من يعني من الميزانية ومن هموم الميزانية أه الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني هناك عجز في الميزانية أه الملاحظ بأن وزارة المالية اعتمدت مبلغ ال 25 دولار كسعر للبرميل أتكلم من هذا السعر أنطلق من عنده بداية يعني هل تعتقد أنها نقطة موفقة أن يكون رصد ال 25 دولار آه للميزانية لسعر البرميل آه نظرة تشاؤمية نظرة متفائلة شلون قاعد يشوف أبو محمود؟ المعلومات اللي كانت عندنا أن الميزانية خمس آه 16 17 آه على 45 دولار بس ما ادري اذا هم غيروا الحين لا الان اعتمدوها من 16 17 25 دولار بشكل رسمي يعني اعلنوا ايه الوزاره ايه ايه المعلومات اللي كانت على 45 على كل ما اتنا للحين ميزانيات بس لجنه الميزانيات قاعده تناقشها وراح تجينا ما في شك طبعا اسعار النفط وصلت يعني ل 20 ودون ال 20 بعدين ردت تصعدت الحين الحين فوق ال 30 تقريبا اسعار النفط واتوقع لها انها هم ترتفع شوي شوي يعني بهالمعدلات القادمه نعم فانت في الميزانيه يجب ان تكون ميزانيتك متحفظه بشكل عام نعم. دائما احنا كنا يمكن نحط اسعار النفط ايامها كانت على 500 دولار كنا نحط في الميزانيه 75 الميزانيه على اساس انه دائما تكون انت تاخذ احتياطك في هذا الموضوع لتغيرات اسعار النفط الحين المشكله ما عادت في يعني تسعير سعر البرميل نفط الميزانيه نعم. لان العجز الموجود وصل لمواصيل اللي الماليه قال يعني في الاجتماع ان شهر يناير 2016 مجموع الايرادات من بيع النفط 663.8 دولار مليون بينما المصروفات اللي عندك بس في الباب الاول رواتب 800 مليون دينار فعليك الحساب يعني في هذا يعني الحين مو مساله وقت التحاسب انه والله واحد يقول كان عنده وقت عندنا وفره ماليه ليش ما استفدتوا منها؟ الفائض ليش ودتوا بس الاحتياط؟ هذا قوانين وهاي تنظمه الحين الحين اعتقد يعني الفرصه يعني لازم نخلق من هذا التحدي الموجود امامنا فرصه لي يعني اصلاح الوضع الاقتصادي بالاضافه الى يعني ترشيد الانفاق في باقي ابواب الميزانيه. طيب محمود العجز يعني المتوقع انه يصل الى او مو متوقع هو العجز الموجود الفعلي 12 مليار و200 مليون تقريبا فبالتالي هل هذا العجز سينعكس بشكل او باخر على المواطن بشكل فعلي؟ العجز 12 مليار طبعا ان الميزانيه كانت مبنيه على 75 نعم دولار كبيع برميل النفط والكل لاحظ يعني نزول النفط بشكل سريع واثر على كل اقتصاديات المنطقه بشكل عام. فاحنا اليوم امام مثل ما قلنا يعني عجز حقيقي يعني صار في الميزانيه السابقه الباب الاول طبعا هو يعني فوق ال 50% الكل عارف يعني وباب الدعوم 25% ميزانيه و25% ميزانيه حق الامور الاخرى. فاذا انت تبي تحاول ترشد ميزانيه يجب ان يكون لك نظره في الباب الاول نعم ويجب ايضا يكون لك انت ايضا يعني نظره في موضوع الدعوم نعم بشكل عام والمشاريع توجه للمشاريع الفعل الاستثماريه طيب يعني الاتجاه الحكومي يتجه لسداد هذا العجز عن طريق السحب من الاحتياطي راي النائب احمد لاري هل تؤيد هذه الفكره السحب من الاحتياطي ام ان هناك خيارات اخرى لدى الحكومه افضل من هذا الخيار هو طبعا بشكل عام اللي يعرف المستمع المواطن وان معالجه العجز هاي امور تدخل في اختصاصات الحكومه اختصاصات نعم. وبالتالي طريقه يعني توفير الاموال لسد العجز توفير الاموال ل يعني القادمه هاي مهمه الحكومه احنا سلطه رقابيه تشريعيه اذا لزم بعض الامور يحتاج مثلا تعديل ببعض القوانين أو قوانين جديدة ينحق طبعا مجلس الأمة ضمن حزمة كاملة من الإصلاحات اللي حسب ما إحنا متوقعينها في جزء منها يحتاج جانب تشريعي يمكن 20 بالمئة أما 80 هي أمور تنفيذية تدخل ضمن اختصاص الحكومة ومنها هذا الأمر في طبعا الاقتصاديين يقولون الأفضل أن نأخذ قرض جامبو ليش؟ مثل ما صار بعد التحرير قرض كبير يعني ملياري يعني بعد التحرير يعني اعتقد اخذنا يمكن 50 مليار دولار قرض مقابل استثماراتنا الموجوده يعني الان انت الاستثمارات الموجوده عندك اخر تقييم للحاله الماليه اللي عرضوها في المجلس شهر يونيو 2015 كانت بحدود 592 مليار دولار وبالتالي يعني مقابل هذه ممكن انت تاخذ يعني للحين تصنيفنا الحمد لله يعني مثل بعض دول المنطقه نزل نقطتين احنا للحين تصنيفنا محافظ عليه تصنيف الائتماني ويعني ثقه العالم للحين ما زالت موجوده في الاقتصاد الكويتي فبالتالي هاي فرصه ان احنا ناخذ آه يعني قرض جامبو قول 50 مليار آه دولار هاي تقريبا تعادل يعني 15 يمكن مليار دينار تقدر انت تسد فيها عجز عزك ويصير عندك كم طيب هذا بالنسبه الى عجز انا عفوا ليش بقول انا هذا؟ لان هذا معروف الحين القروض اللي على الدولار ما تتجاوز 2% بينما انت يعني استثماراتك هذه اللي موجوده حاليا برا قاعد تعطيك على الاقل على الاقل قاعد تعطيك 5% فاقتصاديا لو انت تقترض يعني تاخذ قرض جانبه افضل مما تسحب من الاصول او فوائد الاصول طيب هذا بالنسبه لهذه السنه ماذا عن السنوات الجايه يعني شلون راح تشوفها في ظل يعني ما في هناك تفاؤل لدى المحللين الاقتصاديين خاصه في موضوع اسعار البترول بان الاسعار سوف ترتفع خلال الفتره المقبله فبالتالي يعني قد يكون هذا السعر هو نفس السعر الموجود السنه المقبله هل تعتقد بان قرض هذه السنه وقرض السنه اللي وراها هل راح يكون مجدي يعني لا لا انت ولا ايجاد بدائل لا لا خطأ عندك حتى هم الان وزاره الماليه ضمن رؤيتهم الورقه اللي قدموها للمجلس قاعد يعطون يعني حلول على المدى القصير وقاعد يعطون حلول على المدى القصير والمتوسط. نعم. فبالتالي يعني هذا الحل اللي انا اقوله هذا على المدى القصير اللي هو بسرعه انت على اساس تعالج نعم. موضوع العزل في الميزانيه اللي صارت 15 16. نعم. الحلول اللي احنا قاعد نناقشها الان مع وزاره الماليه هي لوضع يعني مثلا للميزانية القادمة 16 17 تبدأ 1 4 في 16 و 17 18 18 19 على الأقل حق الثلاث سنوات القادمة شنو رؤيتك كدولة؟ يعني هاي يسوون مدى متوسط تقريبا يعني ثلاث سنوات إلى خمس سنوات يعني يعتبر مدى متوسط. وبالتالي يجب أن تكون الرؤية متى الحين يعني في كلام طبعا وكلام جاد بالنسبة بالنسبة أو الحكومة رايحة بهذا الاتجاه موضوع يعني رفع الدعوم هاي ط... او السلع المدعومه يعني مثلا خاصه ال... الطاقه اللي هو البنزين والكهرباء لان هي تشكل 70% من الدعوم يعني اذا الدعوم كانت في الميزانيه 3.5 مليار ف 70% منها يعني مليارين وفوق تقريبا هي عباره عن بنزين وكهرباء. نعم فالان احنا ناقشنا الموضوع هذا مع الحكومه. البنزين تقريبا يعني صار في توجه على اساس انه يعني يمكن يمكن هاي كاقتراحات موجوده ممكن تتغير ان كل مواطن يعطونه 240 لتر شهريا بحدود السعر الحالي الموجود وفوق هذا يعني ياخذ السعر من السوق عرفت شلون؟ بس يعطونا الفرق يعوضون اياه بال كاش لا مو كاش يعطونا كوبونات كوبونات او بنزين مجاني يعني بسعر اللي هو القديم فبالتالي عندك 240 آآ لتر آآ تاخذها انت يعني شهريا لك هذه وفوق هذا لا تدفع حسب سعر اللي يعني مثل دول العالم السعر تروح على محطه بنزين تلقى مكتوب والله اليوم سعر اللتر هالكثر ففي تغير حسب اسعار العالميه تكون لكن تجربتنا يعني اللي تمت كانت في الديزل اللي قاعد يستشعرون الاقتصاديين يعني قالوا بان هذه التجربه لم تفلح لدينا بالكويت فبالتالي اليس هناك مخافه بان تتكرر هذه العمليه على البنزين وبالتالي ايضا لا تفلح هذه العمليه مره اخرى على البنزين بالمناسبه يعني باكر واحد ثلاثه راح يرد سعر الديزل نفس سعر الاولي 70 فلس <applause> شوف المصادفه إيه يعني إيه بالنسبه للاسعار العالميه إيه خلاص انت خليته حر نعم رفعت ل 170 بعدين يوم قلنا لهم مع اسعار العالميه في نفس الوقت يعني تذكرون يمكن خلال اسبوعين كذي او اقل من شهر رد مره ثانيه ل 110 فلس نعم بعدين قام ينزل لان البترول قام ينزل فالحين وصل با من باكر راح يكون سعر لتر الديزل 70 فلس نعم. نفس السعر اللي كان قبل السنه اللي رفع ايش اسمه يعني العام 1/1/2015 واحد واحد رفعوا سعر الديزل على كل البنزين الان طبعا راح يتحدد سعره سعر تكلفته حسب السعر العالمي يعني مع انخفاض وهذا يتاثر بس راح يكون مدعوم لكل مواطن مثل ما قلنا المقترح الان حدود 240 لتر بالشهر حسب سعر الاول يعني سعر الحالي الموجود. طيب ماذا عن الكهرباء؟ الكهرباء الكلام على شرائح يعني البنزين ما في شرائح نعم راح يكون على كل مواطن ياخذ له هذا عدد الإلترات المجانيه مو مجانيه قصدي سعر السوق سعر الحالي نعم. الكهرباء راح يكون في شرائح العرض اللي صار عندنا في اللجنه ان المعدلات اللي عندنا يعني 9000 كيلو وات وما دون الاستهلاك الشهري نعم حروه 50% من المواطنين دون ال 9000 كيلو وات استهلاكهم الشهري <applause> وعندك بعدين في 50 ثانيه من فوق 9000 كيلو وات ل 21000 كيلو يعني 21000 طبعا هو كل الاستهلاك اللي موجود اليوم <applause> عندنا 21000 كيلو وات ما دون الواحد كسكن خاص يعني يكون اقل من 21 الباجي فانت الحين تبي الهدف منه هو طبعا مو فقط مساله تعويض يعني مثل ما تقول الميزانيه توفير يعني مثلا البنزين انت التوفير من بعيك على الكهرباء البنزين توفر من جهتين انت انت توفر من جهه انك انت آه الفرق اللي راح يصير بالاسعار هذه راح تدش بميزانيه الدوله نعم يعني مثلا كنت تبيع مثلا البنزين الحين 65 بتبيع عم 93 راح تكون للميزانيه ميزانيه الايراد الثاني اللي راح يجيك الكميه اللي كنت انت الفرق هذا كنت آه تستهلكه محلي اللي توفره راح تبيعه برا بالسعر العالمي لان نعم. هم هذا راح يك ايراد اخر على على باب البنزين باب الدعوم نعم. ايراد غير مباشر فممكن يوصل ل 400 مليون يمكن وبت... وبالتالي مثل هذا يعني التوفير اذا اذا نقدر نخليها على الكهرباء شلون راح يصير كهرباء نفس الشيء يعني انت كه... الكهرباء هم الكهرباء شنو وانت تطلع الكهرباء هم تحرق شو اسمه الطاقه تحرق يعني بترول مقابل انه يصدر لك انه تطلع لك الطاقه شو اسمه وتحلي الماي وهذا فبالتالي ايضا لما انت يعني تبدا بالترشيد اكيد الناس راح شو تسوي؟ راح تقل استهلاكه مو معقوله يعني راح يكون استهلاكه مثل الان على فلسين او فلس بالصناعي ولا بالاماكن الثانيه فلما تبدا ترفع الدعوم راح يقل الاستهلاك الفرق هذا اللي كنت انت تحرقه الكهرباء تقدر انت اللي توفره تبيعها ايضا بسعر عالي. الشغله الثالثه اللي انت راح تستفيد منها من الترشيد الكهرباء والبنزين هو يعني ان توفر في البنيه التحتيه، يعني مثلا الكهرباء اذا انت تحتاج على الوضع الحالي اللي انت عندك كهرباء فلسين واماكن فلس تحتاج مثلا محطات جديده حسب الاستهلاك الحالي لا يتوقعون خلال مثلا خمس سنوات القادمه اذا طبقت انت التسعيره الجديده حسب الشرائح راح يقل الاستهلاك، وبالتالي الحاجه حتى للمحطات الجديده راح تقل، وهذا انت فائدتك بالترشيد. نعم، هذا كله بناء على الدراسات الحكوميه الدراسات الحكوميه اللي, الحكومية طيب اللي قدمتها للمجلس انا يعني خلني يعني على قولتهم اخذ رايين للنواب النائب الفاضل السيد عدنان عبد الصمد والنائب الفاضل عبد الله التميمي يعني النائب التميمي قال يعني من خلال لقاء في شاشة الكوت تكلم أن الحكومة حاولت تضليلنا وقالت لنا في الاجتماع أن السكني الخاص يستهلك 60% من الكهرباء وبعد أن تقدمنا بأسئلة إيضاحية تراجعت الحكومة وقالت أن السكني فقط يعني يكلف الحكومة 20% وأن 40% تذهب للسكني الاستثمار السكني الاستثماري فبالتالي يعني هل الحكومة عطت وجهات نظر حول السكن الخاص حول السكن الاستثماري حول السكن التجاري ولا لا على الجميع هي هذه المسطره الكلام الان طبعا على السكن الخاص اللي قاعد نقول الدعم المواطن وغيره بس ما في شك طبعا انت البنزين والكهرباء الكهرباء ترفعها على الشرائح الاخرى سواء مثلا غير المواطنين او مثلا الشرائح مثلا الكهرباء الصناعي والتجاري هذا وال... طبعا بالنهايه راح يصير غير يعني ارتفاع غير مباشر على المواطن يعني بالنهايه الخدم... الخدمات راح ترتفع يعني المعلم الكهرب... الكهرباء الكهربائي او الصحي او غيره او النقل راح يرتفع او حتى ال... التاجر مثلا اللي عنده مثلا مخازن او عنده معارض او غيره هم ايضا بالنهايه يعني ما راح يعني لما ترتفع على تكلفه ال... ال... يعني الطاقه سواء كان بنزين او كهرباء راح يحمله على الميزانيه وراح يحمله على تكلفه بالتالي. الخدمه او تكلفه السلعه اللي عنده. فهاي تكلفه غير مباشره راح تي. الحكومه طبعا بالنسبه للكهرباء اعطتنا مثل ما قلت لك يعني استهلاك كل منطقه، نعم. قصدي استهلاك كل نوع، يعني الحين حسب اخر اجتماع قعدنا 40% السكن الخاص يشكل 40%. نعم من 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 الاجمالي استهلاك الكهرباء بالكويت. الصناعي 14% التجاري 5% نعم عرفت شلون؟ الزراعي هم حدود 6% واكو حق المياه ايضا اشياء مقاربه لهالنسب هذه فالان طبعا هاي يعطيك يعني يعطيك يعني على يعني اساس انت تبني قرارك لا تبني على معلومات صحيحه فان شاء الله يوم الخميس راح نكمل احنا مع الحكومه على الشرائح هذه شرائح الكهرباء وعلى تكلفة الإنتاج لأنه يوم كان البرميل النفط 100 دولار وفوق كانت تكلفة الكيلو وات آه, الـ 1000 كيلو وات كانت تكلف 42 فلس <applause> نعم عرفت شلون؟ الآن عفوا الكيلو وات 42 فلس، الكيلو وات الآن يكلفك آه، تقريبا يعني لو كان 50 دولار يكلفك آه 25 أو 27 آه فلس اذا نزل طبعا عن هذا عن 50 دولار ونزل الحين وصل ل 30 دولار فمعناه انه انت قاعد تتكلم على اقل من 20 فلس لتكلفه الكيلو وات بالنسبه للكهرباء فهذه طبعا هذه هم ايضا اخذ في الحسبان هذا ابو محمود يعني بالتالي الحكومه هي مارينا بهذا الشكل معاكم لا انت انت تب تبني يعني قرارك لا يمكن تبني على تشخيص صحيح نعم انا عارف حجم المشكله انا ايش كثر قاعد أتحمل كدوله وبالنهايه دوله كان يطلع عليها التكلفه 42 فلس غير ما يطلع عليها الحين 20 فلس نعم نص القيمه فباكر بيرفع لك يقول قبل كان 42 فلس تقول والله انا الحين برفع مثلا من فلسين بسوي 12 فلس زين تقول يمكن واحد يقول والله معقوله لان التكلفه 42 فلس نعم بس لما تقول والله تكلفة 18 فلس وتقول من فلسين بسوي 12 فلس نقول لا يعني من فلسين سوى اربع فلس مثلا حق الفوق مثلا 6000 نعم خل من صفر ل 6000 على الوضع الحالي اللي هو مجمل اللي تقريبا ثلاثين او 30% 35% من المواطنين نعم. يستهلكون هذا الاستهلاك، خلى على اساس لا تاثر على شنو؟ حتى صاحب السمو في النطق السامي قال احنا نبي ترشيد الميزانيه دون المساس بمستوى المعيشه المواطنين، حتى الان كمجلس وحتى الحكومه اهم سياسه عندنا ان احنا فعلا يعني نبي نرشد الميزانيه نعم. نبي نوجد موارد اخرى لدعم الميزانيه نخفف مصروفات ولكن نبي نحمي ايضا قدر المستطاع لان هذا اقتصاد ما نعم. تقدر تقول والله انا بحط عليه طوق وبحمي المواطن من كل شيء نعم. لا بس احنا كهدف المجلس عنده حاط انه راح ل... 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 نخلي المواطن اخر شيء مثل ما يقولون ما نبدا نبدا خلينا نبدا بالدوله خلينا نبدا بالكبار خلينا نبدا بالهذا الشرايح نعم. الثانيه المتمكنه بعدين يحق المواطن ابو محمود ساتكلم عن الرؤيه الاقتصاديه الجديده ذات الست محاور ولكن بعد باخذ هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل <applause> حياكم الله مشاهدينا الكرام ردينا لكم وارحب بضيف الكريم احمد لاري ابو محمود يعني قبل الفاصل كنا قاعد نتكلم عن الشكل العام والاصلاحات الاقتصاديه الموجوده بالتالي انا سؤالي من هنا يعني هل تعتقد بان الحكومه قادره بشكلها الحالي على ايجاد ايجاد اصلاحات حقيقيه للاقتصاد في ظل الانخفاض الكبير لاسعار النفط وفي ظل ايضا العجز الموجود في الميزانيه انا كانت عندي تصريحات واكررها هنا يعني نعم الـ 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 إذا نستمر على نفس الوضع الحالي بإدارة الأمور قلتها وأقولها يعني ما طبنا ولا غدا الشر. ليش؟ لأن أنت مشكلة عندك مشكلة إدارية إداري بمعنى شنو؟ بمعنى أنه أنت ما قاعد تحط رقم واحد الرجل المناسب في المكان المناسب طيب فبالتالي لما أنا أحط أفضل حلول وهي اكبر مستشارين نعم. ونتعب ونقعد وفي الجلسات ومجلس وغيره وحكومه وبعدين نطلع بحلول معينه تبي تطبقها انت على ارض الواقع اذا هم نفس الاشخاص اللي هم بصوره باخرى مباشره مباشره سببوا بهالمشاكل الموجوده نعم. اليوم اللي احنا عندنا اذا هم بيطبقون هذه الحلول ما سوينا شيء احنا اكبر مشكله عندنا هو الاداره الحكوميه طيب والاراده الحكوميه إذا الحكومة عندها يعني أتكلم الآن عن الإرادة هل لدى الحكومة إرادة من أجل هذه الإصلاحات الاقتصادية؟ الإرادة تبين في الإدارة لا. يعني إذا هم عندهم إرادة لازم يصير ثورة إدارية طيب. في الحكومة طيب. بمعنى غير مسألة تحط رجل المناسب مكان مناسب أكو شغلة مهمة أنا أقولها ونقولها بفهم المليان يعني إحنا الفترة السابقة تأثرنا كثيراً بالمراضات السياسية مراضات سياسية بالمناصب مراضات سياسية في توزيع الكيكه مالت المصالح هاي خلينا نكون واضحين الان اعطيك مثال مثلا مشروع مدينه الحرير مدينه الحرير انا صحت عليها نعم ما يصير يا جماعه بهالظرف هذا, هذا اني نعطي صلاحيات حق هيئه حكوميه هيئة ما ما يكون يقول والله المجلس الوزراء بيختارها بيعطي صلاحيات مش المفروض يعطي دعم نعم. كل واحد بس انا ما اعطي حق هيئة حكوميه نعم. لان انا قاعد اشتكي الان من الفساد الاداري والفساد المالي هي اعطيه 100 مليار حق هيئه شكل الحكومه ولا واعطيها صلاحيات مجلس البلدي والبلديه اللي انا اقول يعني حتى رئيس مجلس الوزراء ما عندها صلاحيات فهذه احنا احنا ما يعني يعني مثل ما اقول دعم القطاع الخاص بس هذا مو دعم القطاع الخاص هذا نفس استمرار للفساد الاداري المالي الحكومي طيب. بس بصوره اخرى جديده ومنمقه والى اخره ابو محمود على طاري مدينه الحرير يعني انا كان عندي سؤال لها بس بما انك ذكرتها مضطر اقول السؤال يعني هناك من يتكلم ويقول بان ان أبا احمد لاري هو من اوقف هذا المشروع الذي يفترض انه كان يقر في جلسه واحده، بالتالي ما هو صحه هذا الكلام؟ السؤال الثاني هل تعتقد بان فعلا يعني هذا المشروع هو دوله داخل دوله؟ إيه شوف بالنسبه للمشروع هذا طرح في لجنه الاولويات طيب والدليل على ما اقول انه كان موجود على جدول الاعمال زي. بعدين طبعا انشال لان الحكومه ما ارسلت التقرير اللي كان مفروض هي او المشروع القانوني اللي كان مفروض تدزه. واللجنه ما رفعت تقريرها للمجلس، فبالتالي ما عاد هناك يعني موجود. كان مفروض انه نعم. يوم الاحد يناقش لجنه المرافق ويحال من ثم الى المجلس في الجلسه اللي كانت السابقه قبل ثلاثة اسابيع. ولكن يوم سلطنا الضوء على هذا الموضوع طبعا ما ادري انا ما اعرف وراء الكواليس شنو صار بس المهم اللي قدامنا انه ما انتهى الموضوع من اللجنة المرافق ولا احل تقرير لا مشروع قانون من الحكومه ولا تقرير من اللجنه وبالتالي تم رفعه من جدول الاعمال يعني حتى الجلسه, الجلسة. السابقه بعم. والجلسه الحاليه المشروع كبير مشروع كبير احنا 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 مع يعني كويت المستقبل مثل ما يقولون بس تدري الحين صار تشابك بين مدينه الحرير وبين الجزر بالدوله بالدوله الحين نعم. انا شنو اللي يعني مثل ان الواحد او شاف التخبط يعني بعيونه انت قبل اسبوعين يا ابو مجلس الاعلى التخطيط كلكم تذكرون اللي العيسى تكلم قدام صاحب السمو ذاك الكلام الطيب نعم. وهذا مشروع متكامل حق الجزر خمس جزر اللي تطوير هذه الجزر تطويرها جزر سموها جزر المستقبل او مشروع المستقبل شيء من القبيل وكلام جميل بس طبعا حطنا يعني تطبيقها الى اخره وان احنا نعطيهم نوع من الاستقلاليه على على بركه الله ويكون هناك توفير فرص بالالاف للمواطنين نعم. للعمل وايرادات يعني حسب دراسه المشروع ان 30 آه مليار آه دولار ايرادات للدوله نعم آه او دينار ما اعرف الرقم بالضبط بس بس في 30 مليار المهم فهذا المشروع الحين بهالحجم هذا ياخذوا من جزيره بوبيان صار مخامط نعم ما يصير انت الدوله قاعد تدير ولا قاعد تدير بقاله؟ مجلس الاعلى تاخذه قبل اسبوعين يجيب لك المشروع بهذا بعدين تفاجئ اول شيء بالقانون برشوت بينزلونه لنا قانون مدينه الحرير ويوم اخذين خامطين جزيره بوبيان حاطينه على اساس بس شنو انه والله يخربون على المشروع الاخر اللي هو كان دارسينه سنتين ودراسات هذا ما يجوز اليوم في هذا الظرف هذا انا اقول هل مشاريع الان احنا مع هذه المشاريع ولكن يجب ان تعطى القطاع الخاص كيف انا كدوله احط احتياجاتي وهذا هذا ينطبق اللي اقول الكلام هذا حتى على المطار نعم مطار الكويت يكلف حسب العروض اللي تقدمت الان يمكن ما وين وصلوا مليار و400 لان ديوان المحاسبه اعترض نعم. اخر شيء على المشروع زي مليار 400 اكو الان في شركات مستعده هي تبني لك المطار زين حسب مواصفات اللي انت تبيها واشتراطات تبيها وعقد عقد مثل 50 سنه للاداره وغيره عطى بعض الامتيازات و... عشان يستفيد منها وهو مستعد يعطيك سنويا ذاك المبلغ نعم ويبني لك المطار ولا تدفع انت ولا لكن دو... دولار ابو محمود دائما ما هناك تخوف من موضوع القطاع الخاص ومشاركته في مثل هذه المشاريع، دائما يقولون اذا دش القطاع الخاص معناها راح يتاخر ويتعطل هذا المشروع. بالعكس احنا عندنا تجارب اليوم خاصه يعني لو واحد ثاني يقول يمكن ما عنده فكره عن البي او تي وهذا، انا كنت في وسط المعمعه ونفتخر بالتجربه اللي مرنا فيها في البلديه. خلال يعني 10 سنوات اللي من 93 ل 2003 قدرنا ان نطرح اكثر من 50 مشروع. والان اللي قاعد تشوفه انت سوق الشرق و... وسوق السالميه والاسواق و... المركزيه للمسالخ المركزيه، سوق الجمعه، الاستراحات، ما اعرف ايش، كل هالمشاريع الحلوه اللي قاعد تشوفها الان كلها كانت بي او تي. ليش؟ لانه فعلا القطاع الخاص معناه انه مستعد يستثمر مستعد نعم لكن 2008 يوم انه وقفوا البلديه من هالعمل وطلعوا القانون بذاك الصوره اللي طلعت يعني أه وما قدروا يعني يعني ياخذون تمويل من البنوك لان البنوك انا قعدت معاهم ليش ما تعطون؟ يقول لان القانون طلع بهالشكل هذا ما في ضمان لان الدوله تستطيع لاي سبب مكتوب ببند منه مصلحه عامه ان تلغي المشروع طيب هذه الملاحظات متى ما انتفت عن المشروع؟ آه. لا عدلناها احنا طبعا قبل ب 2014 عدلنا البي او تي عدلنا البي او تي وخلينا الماده 25 بحيث ان الفصل يكون عند القضاء ولا يعني مو مو قرار الحكومه نهائي الحكومه من حقها تقول والله انا ابي اوقف هذا المشروع بس مو قبل كان حسب 2008 بجرد قلم خلاص ولا حد يرد على الحكومه فالبلوك يقول انا شلون اعطي انا ملايين حق مشروع وبعدين اضمنه على ابو انه والله الايرادات اللي بتجيبه على السنتين ثلاث والحكومه مجرد قلم تقدر تلغي نعم فعدلنا خلينا لا اذا الحكومه تبي تروح للمحكمه تبلغ هذه يروحون المحكمه المحكمه تفصل في هذا الموضوع ففي طرف ثالث وفي في قضاء وفي هذا وبالتالي اعطينا فرصه فممكن البنوك هني تعطي القروض حلينا جزء من المشكله ما كل مشكله الخصخصه الحين هم هذه جرنا إلى شنو الى ان اكو بعض التشريعات احنا اعطيناها الحكومه من احلى ما يكون ولكن ما شفنا شيء من 2010 زين الحين يجون يقولون والله انه حاطين في يعني الاصلاح الهيك... الاصلاح الاقتصادي نعم. انه والله نبي الخصخصه نعدل فيها بحيث انه نسمح لخصخصه النفط، نسمح لخصخصه التعليم، نسمح بخصخصه الصحه. لان القانون السابق ما الخصخصه ما ما يسعفهم في هذا، زين وينكم انتم نايمين على القانون؟ من 2010 احنا يوم احنا قلنا لكم وين القانون وين القانون؟ الحين تقولون والله نبي نعدل فيها، من اول تعالوا وفعلا التعليم قد في ذاك الوقت يعني يمكن الحكومه ما كان لها حاجه الى مثل هذه ما هاي المشكله ما هاي المشكله انت اما لما تطرح تطيح الفاس حاجة. بالراس ذيك الساعه تي تقول لما كان عندك وفره ماليه كان ممكن انت يعني كانت فرصه ذهبيه خلال الخمس ست سنوات الماضيه لكل سنه كنا نحول للاحتياط العام ثمن مليارات دينار نعم مو دولار يعني ما يقارب 24 مليار كل سنه زين هاي كان المفروض الدوله هني تجي وتشجع القطاع الخاص كان احنا الحين ما كان عندنا ذيك المشكله خففنا الكثير من الدول خففوا اعتمادهم على النفط وعن طريق هذه المشاريع نعم. وغيرها من الافكار فالخصخصه يخفف تخفف الخصخصه من الاعباء على الدوله نعم البي او تي اللي هو مشاركه القطاع الخاص تخفف اللي قلنا عنه بالاخير اللي هو موضوع المشروعات الصغيره <applause> اللي فيه من المليارين هذه تساعد حتى على شو اخبار هالمشروعات الصغيره المليارين المرصوده والله, والله هاي قبل اكو عائدات قبل ثلاث اسابيع يعني الحين الوزير الماليه يقول في الجلسه ما شفنا يعني ارقام قصدي ما شفنا التفاصيل بشكل عام انه والله 200 وشي مشروع تم موافقه عليه من 17 10 وظفوا 300 م... ما شفنا شيء، وايد ناس يقول احنا عن راجعهم كل ما قلناهم قالوا والله للحين ما بدينا وما اعرف ايش او يطلعون ذيك الاعذار. نعم. القانون من احلى ما يكون مليارين نقدر نزيده بعد بحيث ان هذا فعلا يشجع الشباب الكويتي للعمل في اعتماد على نفسه يعني مشاريعه والدوله تدعمه 80% سيوله، وقطاع الخاص ممكن يدعمه 20%، بالأمية. توفر له اراضي، توفر له دراسات جدوى، توفر له يعني يخلص معاملاته كلها خلال شهر يعطونه الرخصه. وبعدين حتى الموظف يقدر ياخذ ثلاث سنين اجازه لما يوافقوا له على المشروع المشروع الصغيره فالمشروع ممتاز يعني انا قصدي شنو ان اكو 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 تشريعات ممتازه عند الدوله لو تفعلها تستطيع تساهم هذه التشريعات في حل جزء من المشكله انا اقول لك عندي اقتراح ثاني انا وهاي دول كثيره من دول العالم تطبقها وهو اعطاء الصلاحيات للمجالس البلديه مو مجلس واحد خل كل محافظه مجلس وعط الصلاحيات استثمار اراضي المجالس البلديه مثل ما الدول الثانيه قاعد تسوي، وخل شوف خلي النظافه ما راح يصير عليها مخابط بو محمود، هذه لا خاصة لا خاصه الاراضي اللي يعني اللي ممكن يكون لها مواقع متميزه ادري انا الحين انت الحين الدوله قاعد تدير زين؟ ومعروف كم شركه هم مسيطرين على كل المناقصات وعلى الامور هذه، عليهم بالعافيه، بس احنا نقول الان الان الحين ليش ما تجرب هالتجربه هذه؟ كثير من دول العالم سواء المتقدم او الدول الناميه اساس تخفف الاعباء الماليه والاداريه على الدوله الدوله يفترض فيها الدوله الحديثه يفترض ان تتفرغ لي الامن تتفرغ لي الامور يعني الخارجيه والدفاع ثلاث اشياء هاي مهمه الدوله اما الدوله بدش لي والله بالنظافه بالتجميل بال... والله المشاريع هذه لا هاي خلها للناس خل الناس هي إيه كل محافظه تدير نفسها تصدق دول اكو أه ما تعتمد البلديات فيها على الدولة ولا يعني يعني فلس ولا شيء من القبيل هذا لأن إيراداتها هي ذاتي. اعتماد ذاتي كل واحد أنا مستعد كمواطن أتقبل لا. لو تأخذ مني ضريبة على السيارة وضريبة ضريبة على البيت وضريبة مثلاً فرضاً على المحل بس في المقابل أشوف تعطيني خدمات مثلا ممتازه مثلا بالطرق، خدمات ممتازه لا. في النظافه، خدمات ممتازه في المشاريع، ما عندي مانع انا، واقدر احاسب انا اللي انتخبه لان بالنهايه هذه قضيه قضيه انتخاب نعم اما الان من تحاسب انت اليوم على المشاريع اللي قاعد تروح هدر وهوشه بين مجموعتين اللي يفوز بالمشروع آه يصفق واللي ما يفوز بالمشروع يحرك له مني من هناك ويعرقل المشروع من منضر المواطنين منضرين الدولة منضره ابو محمود عوده الى الاصلاحات يعني انت تكلمت قبل شوي قلت يجب ان يضع او يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب آه يعني هناك رئيس لجنة الميزانيات السيد عدنان عبد الصمد اللي عليه بالخير تكلم وقال قال يعني هناك هيئات مستقلة وملحقة رواتبها يعني رواتب مدرائها تصل من 10000 إلى 15000 هذا الكم هل هو من ضمن الإصلاح اللي موجود راح أسمع منك الإجابة ولكن بعد ما أخذ هذا الفاصل الثاني حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية أبو محمود ارحب فيك يعني قبل الفاصل كنت قاعد اتكلم عن وجود بعض الهيئات المستقلة أه والملحقة اللي مدراءها يصل رواتبهم الى 15 من 10,000 الى 15,000 دينار فبالتالي أه ايجاد وهذا خاصة انها وجدت لاحقا يعني وجدت التالي أه ايجاد مثل هذه الوظائف بهذه المسميات الكبيرة بهذه الرواتب الكبيرة هل تعتقد ان الاصلاح فعلا يجب ان يمس هؤلاء بالاول ومن ثم الذهاب الى المواطن ولا لا؟ ماكو ما شيء يعني انا اقول بال... يعني خطا نقول ان نبدا في في المجموعه الفلانيه او بالشغله الفلانيه قبل الامر الاخر، انا اقول لازم يكون في حزمه. نعم. احنا ليش م... الحين متاخرين؟ او قاعد نقول حق الدوله لا تطلعين دعوم الان ولا شيء ترفعين دعوم او غيره الا ضمن يعني رؤيه او ورقه متفق عليها بحيث انه فعلا اكو اصلاح اقتصادي واكو موضوع معالجه الدعوم وترشيدها وكل هالامور تكون ضمن يعني نظره حتى الرواتب. نعم. يكون ضمن رؤية وورقة واضحة للكل يعني للمواطن للمجلس للحكومة بحيث يكون خارطة الطريق عارفين احنا وين راح نبدا وين ننتهي وشنو راح نوفر في نهايه المطاف يعني المواطن يقول زين سويت هذا شو توفر بعدين فما اي على طول بس انا اقول والله لان احنا ذيك مره كان في تصريح لنا بس هاي ضمن مقترحات كثيره يعني الناس قاعده تتكلم فيه فهي مو القصد منا انه والله احنا متقصدين فئه معينه او مجموعه معينه او غيرها لا احنا نقول اكو مجموعه من يعني افكار الاصلاحيه بس انا مع انه يكون ضمن حلول نظره شامله احد يعني الامور المعول عليها في عمليه الميزانيه وفي عمليه سداد العجز الميزانيه هو البديل الاستراتيجي الموجود لديكم يعني. إلى الآن شنو ملامح هذا البديل ما طلع من تسع شهور أنا وياك تكلمنا عن هذا البديل على أمل أنه يخرج إلى الآن لم يخرج هذا البديل الاستراتيجي الاستراتيجي الم... يعني المختص بسلم الرواتب فبالتالي هل هناك أمل أن نشوف البديل الاستراتيجي أنا كان عندي تصريح أنه يفترض أن البديل لقبل الصيف يطلع نعم. ضمن الحزمة هاي طبعاً مو خارج الحزمة ليش؟ لأن هو البديل الناس بديل شنو بديل استراتيجي؟ أنا أقول حق الناس هو ترشيد للرواتب ونقطع السطر يعني لا يفهمون زايد ولا ناقص وبعدين البديل قبل الصيف غير الآن لأن نعم. في مستجدات صارت الآن يعني قبل إذا كان عندك موارد معينة وإيرادات معينة اليوم عندك إيرادات أخرى بعد انخفاض أسعار النفط إلى مثلاً دولار بأحسن أحوال الآن نعم. فبالتالي يعني فعلا انت امام اذا تستمر في اه معدلات الرواتب بهذه الطريقه بالخلخله الموجوده الان في الرواتب نعم. ما راح تقدر توفي الرواتب بعد فتره. الدليل على ذلك قلت لك شهر يناير ايراداتك النفطيه 608 مليون دينار والرواتب الرواتب 800 فبالتالي هو البديل هو عباره عن ترشيد اني على البديل احنا كنا قبل الصيف نقول بشكل سريع قبل الصيف كنا متفقين مع الحكومه ما قدرنا طبعا وصل المجلس على انه والله السابقين ما نجيسهم نعم. خليهم على سلم واحد واللي اللي يستفيد من السابقين من البديل الجديد او السلم الجديد الرواتب ندخله فيه نعم. لان يكون في تقريبا 45% اقل من اللي المعدل اللي كنا حاطينه العادل لتصنيف الوظيفة اللي حطيناه حق اسلال الوظائف اللي حطيناها اللي جدد اللي يتعينون كان يفترض ان بعد تطبيق البديل الجدد يطبقون عليهم البديل الاستراتيجي بكل هذا هذا اللي توفر فيه انت للمستقبل الان الان الحين الحكومه شنو توجهها بعد انخفاض اسعار النفط هل هي نفس السياسه السابقه راح تستمر عليه او غيره ويعطونا دراسه ثانيه يفترض ان المستشار الان يعيد النظر في هذه الدراسه ويقدمها لنا لان النفط الحين وصل 25 و30 ذاك الوقت يمكن نتناقش معاهم كان حروته يمكن 80 دولار فالحين غير يختلف طبعا طيب هل متوقع انه يكون اكو شيء بدل يعني للبديل الاستراتيجي خلال دور الانعقاد الحالي ولا صعب؟ يعني اذا الحكومه يعني بتجيب حزمه الحكومه ما تكلمت عن وجود البديل الاستراتيجي من الاصلاحات يعني و... البديل اذا ما جبت البديل يعني ما في ترشيد للباب الاول نعم وانت عندك 50% من ميزانيتك رايحه على الباب الاول يعني اذا نعم انت عندك ميزانيه 19 مليار دينار 15 16 11 مليار منهم أو 10 ونصف أو 11 كان على الرواتب فإذا أنت ما تبي تعدل الرواتب ما تقدر يعني لازم أنت ترشد الرواتب بحيث إن في ناس يمكن تصعدهم اللي رواتهم متدنية وناس اللي اللي فوق يعني طبعا حسب الدراسه اللي من الحكومه نعم. يجب ان يعني يعني لان هل هي المشكله صارت وين؟ ان صارت كوادر وصارت زيادات في قطاعات معينه مو مبنيه على اسس او نظره شامله موارحة. لهذا لا مجموعه تضغط وتاخذ مجموعه تضغط وتاخذ نعم ما في ضمن رؤيه شامله بالتالي وصلنا اللي وصلنا له. انت مع توجه يعني رئيس لجنه الميزانيات بتخفيض ميزانيات الدوله 20%. الحين النسبة يعني هذه ما نقدر يعني الحين نستبق الاحداث فيها. نعم. انا اقول الحين احنا الحين ننظر رؤية الحكومة او ورقة راح تقدمها وراح نناقشها في المجلس مع بعض الاخوان. بشك بشكل عام هل انت مع يعني هو تقليل بت... الانفاق الحكومي بنسبة 20%؟ لا لا الانفاق الحكومي طبعا يعني بس هم المشكلة ايش قاعد يسوون الحين؟ الوزارات. قاعد يون مثلا شيء تخبط، والله تعال نزل المهام الحكومية كلها. يا جماعة بعض المهام مالك انت يعني انت مشترك في منظمات دوليه تقول حق هذا واكو اقسام مثلا في النفط وفي الماليه شغلهم المهام الخارجيه شغلهم شغل القطاع كله طبيعة انت, انت انت قطاع النفط شيء عالمي تحتاج الى دراسات ومؤتمرات وغيره تقول لا تروح زين شلون يشتغلون ما يصير يعني شيء معتمد على شيء دولي فبالتالي العشرين بالمئة احنا معاها بس خل تكون على سنع على اصول ما اي مثلا والله اقول البونص ماكو هالسنه زين لا تفلتها كذي بحيث تعطي اللي يستحق واللي ما يستحق نعم او تجي تسكرها على الكل، فعلا المستحق اللي, اللي يتعب يكرف طول السنه يبي يتريى ب 300 400 دينار اخر السنه ما تعطي، هذا هم ما يصير نعم. يعني في تخبط أبو محمود احد المواضيع ايضا اللي شغلت الساحه خلال الفتره الماضيه والمتعلقه ايضا بالميزانيه بشكل او باخر هو موضوع يعني تخفيض مخصصات العلاج بالخارج فيما يتعلق بالعلاج بالخارج يعني هناك اعتماد جديد للائحه جديده تكلم عنها الوزير العبيدي وشفناها في الصحف المرافق شخص واحد وبلا مخصص يعني يفترض أن يصير التقديم من المستشفى الذي يعالج فيه قرارات اللجان التخصصيه بالع... بالعلاج بالخارج ليست نهائيه في حال رفض الطلب امام مريض التظلم امام لجنه عليا لمرة واحدة فقط بالتالي هذه الحزمه التي خرجت بها وزارة الصحة بعد يعني خلينا نتكلم بعد هجوم كبير من قبل النواب على خفض المخصصات هل هناك فعلا تخبط حكومي او تخبط في وزاره الصحه في هذا الملف؟ مو احنا قلنا هذا نفس الشيء انت في اكو مشكله عندك في عز عندك موجود يجب ان تكون يعني ما تبدا بمكان وتخلي مكان نعم ما تي على العلاج بالخارج وتهد مثلا المهام، ما تي على المهام وتهد الرواتب، ما تي على الرواتب تهد الدعوم، ما تي على الدعوم تهد كل شيء نعم. وين تبدا وين تنتهي يجب ان يكون هذا الشيء متفق عليه طيب فانا ارجو ان يكون في, في هذا في الملف تريث يكون يعني انا اقول الحين المستحق والمشكله مو في المرافق وعدد المرافقين او تذكره المرافق او ما تعطي المرافق المشكله انا اعتقد في العلاج بالخارج هو يعني في الصيف يصير ضغوطات نعم عرف شلون ويصير العلاج السياحي هذا اللي اللي اول العام شفتوه كله بلندن وغيره وفرنسا وسوى المشاكل يعني فبالتالي ترشيد العلاج بالخارج لا يتم بتخفيض المخصصات لا. للمريض، المريض بتا... بتوديه وده عدل وده سنع خل يعيش حياه كريمه يعني هناك، مو توديه تغربله بالغرب هناك ويبي يتعالج ما... ما عنده شقه شو اسمه يقعد فيها عدل ما عنده ما يصير كذا هالكلام هذا خاصه كبار السن والمعاقين، زين انت تبي ترشد هذا لا تزل الغير مستحق يعني وقفوا المراضات السياسيه شوي. طيب يتوقع تقديم استجواب لوزير الصحه حول هذا الملف تحديدا ما يفيد قضيه انا قاعد اقول حق الاخوان يعني ما تحل الحين شلت وزير الصحه وزير صحه ثاني بتحل الموضوع يعني على الاقل أو قد يكون هناك ضغط على الوزير من اجل تغيير هذا النهج انا اقول حاليا. انا اقول المشكله المشكله مو, مو بالاشخاص عندنا المشكله اكو سياسات عامه في الدوله ما. يجب ان يعني أكو انا افهم اكو سياسات معينه وقت الرخاء والكل كان متحمل ومتحمل الاخطاء وهذا اللي كان ارتفاع سعر النفط كان يغطي نعم الان والمستقبل الكل يدري ان اسعار النفط راح تكون بهالمحاري هذه وعند ما عندك موارد ثانيه حتى الان على ما توفر موارد ثانيه يجب ان تكون هالامور هاي توقف يعني موجو موضوع المرضات السياسيه في المناصب موضوع المرضات السياسيه في العلاج بالخارج نعم. المرضات السياسيه في توزيع الكيكه مالت المشاريع هاي كلها يجب ان تنتهي محمود يعني باشر في الجلسه كان هناك تصريحات نيابيه هل تتوقع فعلا تقديم استجواب الان توقع بعيد عن الحل اذا كان مجزي او غير مجزي هل تتوقع اكو تشوف في تحركات مجلس استجواب الوزير العبيدي لا حتى الان ما سمعت يعني في الاعضاء قاعد يتكلمون على اساس يطرحون نعم. رايهم يبون يضغطون على اساس يرفعون المخصصات يعطون المخصصات حق المرافق هذا صحيح بس يعني موضوع الاستجواب مر رجل باستجواب وانتهى يعني انا اعتقد وقبل فتره وجيزه يعني ماكو ما شيء مستجد في الموضوع ما في ما تعتقد انا أنا, انا اكو شخصي. استجوابات ثانيه لوزراء يعني اخرين والله قاعد يلمحون ما ادري بس لكن يعني بالنهايه حق العضو انه يعني اذا راى انه يعني بصوره اخرى الوزير ما قاعد يجاوب على اسئلته او جاوب اسئله مو كافيه انه يلجأ مثل ما يقول السؤال المغلظ والاستجواب <applause> هذا الدستور يعطيه يعني الحق يعني في هذا الموضوع اما هل الاستجواب مستحق لاي وزير او وزراء انا اقول الموضوع المشكله اللي احنا فيها الان اكبر من موضوع ان نحلها باستجواب او باي امر من او لجان تحقيق او غيره الان احنا أكو مشكله حقيقيه موجوده عندنا يجب كل الجهود يعني تتضافر سواء من الحكومه او المجلس او حتى الناس ان فعلا يعني يعطون حلول وحلول تنفيذيه يعني حلول عمليه كفانا يعني قص لزقوا وكلام عام و بدائل للنفط وترشيد وكلام هذا ما ينفع الحين بتقول لي والله واحد زائد واحد يساوي اثنين يعني حتى وزاره الماليه الورقه اللي بيبونها او اللي بناقش في المجلس ما راح نقبل ان تكون ورقه مجرد امال او طموح او شيء من القبيل هذا لا تعطيني ورقه تقول لي خلال السنه ميزانيه الحين 15 اقول 16 أو 17 نعم. راح اوفر فيها هالكثر تعال حاسبني اخر السنه عرف شلون راح ازيد الايراد هالكثر من هل من واحد اثنين ثلاث راح اطرح شنو قاعد يطرحون؟ يقول نطرح مشاريع الزور، مشاريع ما اعرف ايش، الكهرباء، المحطات غيره، مشاريع استراحات غيره للقطاع الخاص أه. ونشرك الناس، نعطي الناس 40 او 50% بحيث ان الناس صح يمكن من صوب انت شوي تاثر بالزيادات، لكن صوب ثاني تقول انت منفعهم في المشاريع اللي قاعد تخصصها وغيره. محمود احد الاشياء المطروحه ايضا على جدول اعمال جلسه الغد ان شاء الله هو موضوع البدون. كان لك تصريح وطالت باحلالهم يعني في الوظائف الحكوميه وقلت في تصريح لك سابق بان هذا يعني ان احلال الأمية الف وظيفه او شيء من هذا الغبيل او يعني سيخفض الضغط على الوظائف الحكوميه بالتالي وجهه نظر المجلس عن هذه القضيه حاليا شنو انا مجلس ما اقدر اتكلم عن المجلس مجلس باشر هو عنده ساعتين يتكلم في كل عضو من, بس من خلال انا انا اتكلم عن نفسي نعم. انا تصريحي واكرر تصريحي ايضا ان فعلا البدل وين يروحون يعني الحين بصورة بأخرى موجودين على هالأرض هذه في بعضهم مو هم ولا أبوهم ولا جد جد عن جد موجود الحين ما أوراق ما عنده إثباتات ضعيفة عنده عنده بعض الثباتات هم ما يأخذون فيها بس ناس تعرفهم أكو ناس نعرفهم فعلا يعني من ولدنا إحنا قاعد نشوفه الحين يقولون والله بدون زين هذا الحين أكو أشخاص كذي يعني تعرفهم زين هذولا موجودين وين يروحوا ما عندهم وطن غير الكويت عدل ولا لا؟ وحبهم ولائهم كل الكويت ومروا يعني في الغزو وناس ضحت بدمائها للغزو نعم. ومستعده حتى الان وكثير منهم في السلك العسكري يعني سواء الجيش او الشرطه او الامن وقاعد دورهم فانا اقول استفيد من هذول الان نعم. واسمح لهم للعمل يعني احنا قاعد نقول باكر راح هذا الموضوع، موضوع نفرق بين موضوع الجنسيه وموضوع الحقوق المدنيه نعم اعطى حق العمل، اعطى حق التعليم، اعطى حق الصحه خلي يعيش يعيش بكرامه هني عرف شلون؟ الكويت الحمد لله بلد خير وصاحب السمو قائد الانسانيه فيفترض ان هاي المشكله نطويها خاصه في الازمه هذه ال 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 الوافد قاعد يشكل ضغط على الخدمات هذا اللي بدون موجود يعني بالشارع موجود بالصحه موجود بالخدمات يعني بالنهايه بيروح على الاماكن هذه مضطر بعد ب بسعر او بغيره بيروح فبالتالي يجب ان احنا نستفيد منهم عرف شلون؟ ونحتويهم في المجتمع ونغلق هذا الملف ونعطيه حتى لو دائمه للمستحقين اللي مو مستحق خلاص اعطى خيارات ما ما يعني ما استقرات وجود توجه لدى عدد من النواب من اجل احياء ايجاد حلول لهذه القضيه وانهائها والله باشر يبين يعني انا اقول لك هو يعني قبلها بمعنى يعني خلال الفتره اللي فاتت الاهم الاهم من الاعضاء انا اعتقد توجه الحكومي طيب والحكومه شو تشوف توجهها ناحيه القضيه حتى الان ما في مؤشرات لي لحلحه الملف هذا نعم باكر احنا طالبين استيضاح نبي نعرف شنو توجه الحكومه خاصه مع هذه الازمه الاقتصاديه اللي احنا قاعد نمر فيها نعم يجب الاستفاده منهم انا اقول وهل تتوقع توقعاتك ان الحكومه من الممكن انها تستفيد من عندهم خاصه ان قبل فتره شفنا ان هناك معلمين بدون يعني بامر بالضبط جاءت رساله بعدين تكلمنا وهذا المركزي فبالتالي في ناس منهم اطباء في ناس منهم دكاتره في ناس منهم مثقفين كل شيء فيه حتى الوظائف الثانيه هم مستعدين يشتغلون كل الوظائف وبالتالي انا اقول هذا الملف يجب ان نحتويه بسرعه وهذا جزء من يعني الحلول اللي احنا نطرحها يعني لان تر... شوف الخلل الموجود بالكويت اليوم ثلاث امور وهي طرحتها وحتى الاخوان في المجلس تاع التخطيط هم أيدوا هذا الموضوع الخلل الاكبر عندك هو الخلل في التركيب السكاني انت اليوم 4 ملايين 4 ملايين و300 الف يمكن بين 300 الف كويتي و3 ملايين غير كويتي ويا ريت العماله كانت يعني فعلا منتجه وغيره عماله هامشيه فبالتالي يجب يعني اعاده توازنها هذا واحد اثنين يجب تشجيع العماله الوطنيه للعمل في القطاع الخاص واستبداله في العماله الوافده اه ثلاثه تشجيع القطاع الخاص يعني هذه ثلاث امور هذا انا اعتقد اذا قدرنا ننجح فيها خلال يعني نحط رؤيتها نحط اسسها خلال هذه السنه اعتقد احنا يعني على الاقل نقول بنينا انا اقول حق الناس لا تشامون زايد يعني الحمد لله عندنا خير 3 ملايين قاعد ننتج يوميا نعم عندنا استقرار عندنا دستور عندنا 600 مليار ما يقارب يمكن اكثر من 600 مليار دولار اليوم نعم. فالحمد لله بنعمه يبي له دعاء وحمد وشكر ويبي له استغلال امثل لهال والطاقه البشريه اللي عندك يعني نعم, نعم. انا بحمد احمد لاري كل الشكر لك الله يسلمك ان شاء الله آه مشاهدينا الكرام وصلنا معكم الى ختام هذه الحلقه وإلى نهاية برنامج البعد الثالث، الشكر موصول إلى الإدارة وطاقم العمل وإلى جميع من شرفونا بالحضور من نواب ووزراء ومحللين وأساتذة وصحفيين ومختصين، الشكر موصول كذلك إلى كل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، وليعذرنا الجميع من عدم ذكر الأسماء التي لن أتمكن من حصرها فالقائمة تطول، والشكر لكم أولا وأخيرا مشاهدينا الأعزاء وجمهور البعد الثالث الكرام على متابعتكم ومقترحاتكم وتفاعلكم الدائم مع هذا البرنامج، ولا يفوتني هنا الترحيب بالزميل عمار تغيب بمناسبة عودته إلى شاشة الكوت متمنيا له التوفيق في برنامجه الجديد تحت المجهر أتمنى أن أكون وفقت في حمل همومكم والإجابة على تساؤلاتكم وهواجسكم على أمل أن ألقاكم في بلاء في برامج أخرى تصبحون على خير كل